بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج شعلة نجاح، حلقة جديدة وضيف جديد. ضيفنا النهاردة من مدينة البواسل، مدينة ساحلية جميلة جدا، معروفة بأهلها الطيبين، أهلها المحترمين، مدينة تجارية، مدينة سوق حرة كبيرة جدا. لو انت جاي من البحر المتوسط بتبقى بداية قناة السويس، ولو انت قادم من البحر الأحمر بتبقى نهاية قناة السويس، ألا وهي مدينة بور سعيد. ضيفنا وضيف حضراتكم النهاردة الأستاذ وليد كارم محمود، المرشح عن الدائرة الأولى بور فؤاد وشرق وعرب وضواحي، رمز الكاميرا رقم 14. استاذ كارم، استاذ وليد، اهلا بيك وشرفتنا. اهلا بك استاذ حماده، انت نورتنا والحمد لله على السلامه. ربنا يكرمك يا رب. النهارده انت ضيف من الضيوف الجمال، او من اجمل مدينه، مدينه بورسعيد. ربنا يكرمك اللي هي يعني انا بحبها جدا وهي مقربه لقلبي جدا. ربنا يكرمك يا رب. اهلا بيك ونورتنا وشرفتنا. ربنا يكرمك يا استاذ حماده، وانا سعيد جدا ان انت استضفتنا في البرنامج النهارده، وان شاء الله يعني نجد حلول لشعب بورسعيد في كل مشاكله، لان احنا عندنا مشاكل كتير. احنا بنتمنى لك التوفيق، ونتمنى طبعا يكون لك كرسي من كراسي البرلمان. ربنا يكرمك يا رب. القادم ان شاء الله 2020. ربنا يكرمك يا استاذ. انا بس متعود في جميع حلقاتي او في جميع برامجي بسال سؤال صغير كده لضيفي يعني، وبالاخص المرشحين عن مجلس النواب. عايز اعرف حضرتك انت ليه رشحت نفسك؟ والله انا شاب من بورسعيد متطوع لخدمه اهلي وناسي، نفسي أأسس قوانين وتشريعات تفيد بصفة عامة مصر كلها، وبصفة خاصة أهل دايرتي، وخاصة معدوم الدخل، لأن احنا بصراحة البلد فيها معدوم دخل كتير جدا بصراحة. تمام. أنا عاوز أتكلم عن الحصانة. تمام. يعني أنت داخل هدفك الحصانة ولا هدفك خدمة أهل بورسعيد؟ لا طبعا، هدفي خدمة أهل بورسعيد من الدرجة الأولى. حصانة بالنسبة لنا مش هتفرق معايا في حاجة، تفرق مع ناس تانية. حضرتك انتوا كم مرشح؟ احنا في الدائرة الأولى 30 مرشح. على كم مقعد؟ مقعد واحد. مقعد واحد؟ مقعد واحد. طب بس سؤال صغير كده، لو الحصانة مش موجودة تتوقع ان يكون العدد ده والرقم ده موجود؟ استحالة. تمام. استحالة. تمام. او انا فعلا يعني يمكن الأستاذ المشاهدين معايا يعني حاسس ان في ناس كتيرة بتتصارع من اجل الحصانة. طبعا. كل اللي لهم مصالح. تمام. استاذ وليد، انا بس عاوز ادخل معاك في موضوعنا، في موضوع الحلقه. طبعا. هدخل في البنيه التحتيه. تمام. البنيه التحتيه لبورسعيد. تمام. تمام. انت حضرتك كمرشح لمجلس النواب اكيد عندك في مشاكل اكيد في بورسعيد، واكيد عندك حلول للمشاكل دي ان شاء الله. تمام. لو انا اتكلمت عن البنيه التحتيه، لو جيت اتكلم عن بورسعيد عن الاسكان والتعمير. تمام. ايه المشكله اللي عندك في الاسكان والتعمير، وايه الحلول اللي عند حضرتك؟ انا عندي مشكله اسكان بورسعيد، تعتبر محافظه استثنائيه على مستوى الجمهوريه. عندي مشكله الاسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي سنه 2014 لما كان بيفتتح قناه السويس الجديده، ولما كان بيفتتح شرق بورسعيد، امر ان الاسكان يتعمل في بورسعيد وتسلم في خلال سنه. احنا النهارده في 2020 ولسه ما تسلمش حاجه بالمره. فدي مشكله، عندي مشكله خطيره جدا، كل بورسعيد بتعاني منها. بورسعيد بتعاني من الاسكان بطريقه. انا عندي اسكان اجتماعي اللي هو 9000 جنيه المفروض كان اتسلم من 6 سنين. ما تسلمش، مش عارف ليه. وتسلم لبنوك، المفروض ان الدوله بتدعم الناس وبتسلمهم شقق، تسلم لبنوك. الراجل بدل ما يروح يستلم شقته من المحافظه يروح البنك، اتعملت نظام كارد، ودي اتعملت في بورسعيد بس، كل المحافظات استلمت المشروع ده اللي الرئيس قال عليه، كل المحافظات استلمت الا بورسعيد. فالناس بتشتكي مر الشكوى. طيب حلولك ايه بالنسبه للاسكان والتعمير استاذ وليد؟ يعني انت عندك حلول ايه، او ايه المقترحات اللي حضرتك ممكن تقدمها بالنسبه للمشكله دي، او الحل للمشكله دي؟ حل المشكله الوحيد ان هو يسلم الاسكان، الشقق جاهزه، كل الاسكان جاهز. مشكلته ان هو رماها للبنك. البنك بي بي
اقول لك ازاي البنك بيشيل الناس فوق طاقتها. طيب لكن حضرتك ان شاء الله لو قدر لك وبقيت نائب في البرلمان القادم اكيد هتطالب بحل المشكله ديت، واكيد طبعا انت طبعا المشكله دي من الاولويات في بورسعيد. مشكله الاسكان دي من الاولويات في بورسعيد. لازم الناس تستلم شققها اللي معاه واللي ما معهوش، لان ده الدستور بيكفل لي سكن وتعليم وصحه. انا على ما اعتقد ان المساحه في بورسعيد محدوده او مفيش توسع عمراني. تمام، عندي اماكن كتير، في عندي اماكن كتير، عندي في الجنوب كتير وعندي في الغرب كتير. طب ليه ما فيش توسع عمراني وحل مشكله الاسكان في بورسعيد؟ الاراضي كلها رايحه رايحه لناس رايحه. طيب هنتحفظ على الجزئيه ديت. اقول لك طب انا عاوز اتكلم في جزء تاني بالنسبه لبورسعيد، بالنسبه للمرافق والخدمات. ايه اللي عندك نقص في المرافق والخدمات في بورسعيد، وايه حلولها اللي عند حضرتك؟ عندي شوارع مكسره، عندي مجاري في كل مكان، عندي قمامه في كل مكان، عندي 3 4 شوارع في بورسعيد بس هم اللي ليهم الخدمات، بس 3 4 شوارع كل اتجاه المحافظه عليهم. انما باقي المحافظه تمشي في اي مكان، في حفر في بورسعيد من 10 سنين الناس حافظتها بالعربيه، امشي بالعربيه من 10 سنين انا عارف الحفره دي فين والمطب ده فين من 10 سنين. انما وازاي في شوارع ازاي مهمله الحاجات دي ازاي؟ النواب اللي قبلنا ما مش عارف ما عدوش على الشوارع تقريبا، ما مشوش في الشوارع دي تقريبا ما مشوش فيها. انا عندي شوارع تمشي ماشي في اوروبا، وبورسعيد اساسا اوروبا، بورسعيد تصميمها تصميم اوروبي. انا عندي شوارع ماشي في اوروبا وشوارع ماشي في افريقيا، في مجاهل افريقيا. اوروبا وافريقيا. اه والله. انت يعني بصراحه انا يعني مش مصدق بورسعيد المدينه الجميله ديت ازاي يكون فيها. محدش هيصدق الكلام ده غير اللي يشوفه. تمام. طب لو عاوز اتكلم عن السوق الحر في بورسعيد. تمام. ايه مشاكل ايه يعني ايه مشكله السوق الحر في بورسعيد، وايه حلولها بالنسبه لحضرتك؟ انا عندي مشكله كبيره جدا في البطائق الاستيراديه، الحصص الاستيراديه للناس، البطائق، الحصص الاستيراديه، حصص الاستيراديه. تمام تمام. انا عندي اسر كتير في بورسعيد معمول لها حصص استيراديه، الناس دي عايشه عليها، ارامل ومعاهم اطفال عايشين على الحصص الاستيراديه. تمام. تيجي الحصص الاستيراديه مره واحده بعد ما دفع تامينات، بعد ما دفع ضرائب، تتوقف، والفئات القليله بس. طب ليه فئه ال 2400 اتوقفت؟ طب ليه؟ اصل كان مولود ايام التهجير فمش مولود في بورسعيد. ما هو مش ذنبه انه اتولد بره بورسعيد، وهو ابوه بورسعيدي، هو ابوه بورسعيدي وجه التهجير، الناس اتهجرت من بورسعيد، اتولد بره، دي مش ذنبه. توقف البطاقه ليه؟ ليه اوقف البطاقه؟ اشغل البطاقه، الراجل مش ذنبه ان هو اتولد بره بورسعيد. وبعدين انت كنت حاطط شروط، المنطقه الحره كانت حاطه شروط، والجهاز التنفيذي للبطائق الاستيراديه، انت كده اخليت بالشروط ديت. الشروط ما اتقالش فيها من الاول، كان من الاول اللي مولود اللي مش مولود من بورسعيد تجنبه، انما الوقت انت اديت له البطائق، بيدفع ضرائب، بيدفع تامينات، بيدفع كل الالتزامات اللي عليها، ما تجيش توقفها له يا سيدي، ادي له قول له 5 سنين. مين اللي موقف ديت يا استاذ وليد؟ عند المحافظ، محافظ بورسعيد هو اللي موقف البطائق الاستيراديه. طب الحل في المشكله دي ايه؟ البطائق الاستيراديه ترجع للناس تاني. عايز تقنن اكتر من كده، ادي للناس فرصه 5 سنين، قول لهم بعد 5 سنين هبدا اقنن. انما الوقت ما ينفعش ابقى لسه دافع في شهر واحد تأميناتي وضرايبي، وتيجي في شهر 3 تقول لي انا وقفت البطائق الاستيراديه. انا بضم صوتي لصوتك وبرنامج شعله نجاح، وبنناشد السيد محافظ بورسعيد بتشغيل البطائق الاستيراديه الموقوفه، الاستيراديه ترجع تاني. اه تمام. انا بضم صوتي لصوتك طبعا وبنناشد السيد. طيب ماشي، نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانيه. ورجعنا لكم تاني كل مشاهدينا، وضيفنا وضيف حضراتكم في هذه الليله الاستاذ وليد كارم محمود، المرشح عن الدائره الاولى بور فؤاد وضواحي وعرب وشرق وضواحي وعرب وشرق بورسعيد. اهلا بيك مره تانيه استاذ وليد، وحضرتك مشرفنا ومنورنا النهارده. رب استاذ حماد، اهلا بيك. انا سعيد جدا بوجودك معايا. تسلم لي. تسلم لي يا رب. انا هنكمل حوارنا وهندخل على ملف البطاله والشباب. طبعا ده ملف شائك. تمام. والملف ده محتاج حلول. انا عاوز اعرف ايه المشكله اللي في بورسعيد بالنسبه للبطاله والشباب، وايه حلول حضرتك كنائب قادم للبرلمان؟ ان شاء الله. انا عندي في بورسعيد شركات استثماريه كتير، وعندي بطاله كتير. المشكله في بورسعيد ان التعيينات للشركات الاستثماريه وشركات البترول بتبقى من خارج المحافظه.
خلينا نقول 90% من خارج محافظة بورسعيد وال 10% من بورسعيد. طب ليه؟ والله في انطباع ان البورسعيدي شغله في التجارة اكتر من شغله في الشركات، لان البورسعيدي معروف عنه ان هو تاجر. بس خلاص المنطقة الحرة بتموت، فالمفروض ان الناس دي تاكل عيش. فالاتجاه المفروض يكون للشركات الاستثمارية. ففي شوية حلول كده يعني انا حاططها، لو التزمنا بيها والشركات التزمت بيها ان شاء الله نقضي على البطاله في بورسعيد. طب يعني وجهه نظرك بالنسبه لحل الحلول او انك انت ازاي تساعد الشباب بالنسبه لمدينه بورسعيد ان هم يلتحقوا بالوظائف بالذات في القطاع الخاص؟ القطاع الخاص ده يعني اعتقد ان هو قطاع شائك، يعني المفروض يكون له تقنين معين او وضع معين نستفاد بالشباب. تمام. الشباب ده احنا عندنا طاقه ايجابيه يعني فوق ما تتخيل بالنسبه للشباب، وبيستفاد بيه الدول العربيه والاوروبيه والدول الخليجيه، واحنا ما بنستفادش بيه. عشان المشكله من عندنا احنا، المشكله في الشركات. انا بالنسبه لي انا كنت شغال في شركه قطاع خاص 12 سنه، 90% من اللي شغالين فيها بورسعيديه. الشركه كانت اول مره تعمل استثمارات في مصر. الشركة دي ممكن اقول اسمها ولا مش ممكن؟ لا، ما فيش داعي للاسماء. تمام. الشركة دي في اول سنة حققت اعلى معدل نمو في البحر المتوسط كله. هي مينا. اعلى معدل نمو في البحر، اعلى معدل نمو في البحر المتوسط في اول سنة تشغيل. وكل اللي شغالين فيها بورسعيدية. فيا ريت نجنب كلمة ان البورسعيدية تجار. لا، البورسعيدية لو اتحط في اي مكان يحفظ له كرامته هيدي. لو اتحط في اي مكان تدي له المرتب اللي عايشه ويفتح بيته من غير ما يحتاج لحد او غير ما يحتاج لحاجه هيدي. طيب. بالنسبه للشركات الاستثماريه، ممكن اخلي الشركات الاستثماريه ان هي تعين شباب من بورسعيد وادي لها مزايا اعلى. على سبيل المثال ان الشركه مثلا بتاخد مزايا ان هي 5 سنين معفوه من الضرائب، خليها 5 سنين بس معفوه من الضرائب. لو عينت لي اكبر قدر او اكبر عدد من البورسعيديه في الشركه هزودها لك 2 سنين، يبقى انت بدل ما تبقى معفي 5 سنين لا اخليك معفي 7 سنين. تمام. وبرضو الشباب اللي شغال عندك تاخد خبره. انت هتدربهم وتعمل مسابقات. والله اخدت من انا انت عندك 100 شاب، اخدت منهم 50، ال 50 التانيين عنده خبره يقدر يشتغل في اي مجال تاني. هينفعوا طبعا، هينفعوا في اللي جاي. طبعا هينفع. تمام. طبعا هينفع فعلا. هو انا يعني فعلا الفكره دي فكره جميله، واحنا برضو بنطالب اصحاب الشركات الخاصه في بورسعيد النظر للشباب البورسعيدي. وزي ما بيقول الاستاذ وليد، احنا يعني ممكن يطالب بالاعفاء الضريبي كمان 2 سنين يعني مستقبلا بالنسبه لضم الشباب البورسعيدي. طب انا يعني هطلع معاك لملف الصحه، بس في مشكله صغيره استاذنك اعرضها. اتفضل. جايه لي برضو من احدى الطالبات بالمعهد الفني الصحي بطنطا. احدى الطالبات بالمعهد الفني الصحي بطنطا بتقول ان المعهد بياخد من مجموع 97%. الطالبه بتقول ان المعهد بياخد يعني اعلى مجموع بينافس الطب. هي بتقول الشكوى اللي عندها ان المعهد فيه من 5000 ل6000 طالب، وما فيش فيه لا اماكن انتظار ولا حمامات، والمبنى متهالك. فطبعا انا بضم صوتي لصوتها وبناشد السيد محافظ الغربيه بالنظر للمعهد، وبناشد وزير السيد وزير التعليم العالي بالنظر المعهد الفني الصحي بطنطا. سيادة الأستاذ وليد، سيادة النائب القادم، طبعا أنا عاوز أعرف إيه المشاكل اللي عندك في الصحة في بورسعيد، وإيه الحلول اللي ممكن تكون قادمة بالنسبة لك؟ أنا عندي بورسعيد زي ما قلنا في الأول محافظة استثنائية. أي قرار هيتطبق في الجمهورية بيتطبق في بورسعيد الأول. بدليل منظومة الخبز الجديدة أول ما اتطبقت في بورسعيد. لما نجحت في بورسعيد اتطبقت في بقيه الجمهوريه. عندي في بورسعيد اول محافظه رقميه في مصر. تمام. عندي في بورسعيد دلوقتي التامين الصحي الشامل، حاجه جميله جدا بصراحه. تمام. مستشفيات اخر شياكه ما شاء الله. يعني تدخل جوه. يعني ايه اخر شياكه؟ اخر شياكه من بره. من بره.
من بره ما شاء الله المبنى حاجه فوق الخيال. تدخل جوه مفيش خدمات، مفيش دكاتره، واحد عنده نزيف يروح المستشفى يقول له تتصل تحجز، واحده بتولد تتصل تحجز. انا مش فاهمها ازاي، مش فاهم. عندي مشاكل كتير جدا في الصحه، في منظومه التامين الصحي الشامل. منظومه جميله بس القائمين عليها مبوظينها بصراحه. على فكرة أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، هي مشكلة الصحة دي قائمة في، مش عاوز أقول لك في جمهورية مصر العربية كاملة، استاذ بالنسبة المحترم لعجز الأطباء. بورسعيد، بورسعيد غير، لان هي الوقت فيها منظومه تامين صحي شامل دي الاول في المحافظه، الاول في الجمهوريه. دي لو نجحت في بورسعيد هتطبق على كل الجمهوريه. برضه هنرجع نقول تعليمات الرئيس ما بتتنفس، ما بتتنفس. الرئيس بيقول الكلام وما بيتنفس على ارض الواقع. انا التليفونات فتحت معايا من اول الحلقه وانا هنشي التليفونات، ف هستاذنك ناخد تليفونات، ما يخش علينا التليفونات طبعا. افتح الاستاذ وائل معانا على التليفون. اتفضل استاذ وائل. الو، مساء الخير. مساء السعاده عليك. الله يخليك، كل سنه طيبين. وحضرتك طيب. طيب. والله كنت عايز يعني اتكلم على الاستاذ وليد كارم، وراجل جاري اصلا وانا اعرفه شخصيا عن قرب، تمام. وراجل كمواطن بورسعيدي هو عايش مشاكل بورسعيد وعارف كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها كشعب بورسعيد، تمام. منها الصحة والإسكان والتعليم طبعا، البطاقة الاستيرادية، مشكلة النادي المصري. واحنا كان كل مشكلتنا ان كل أعضاء مجلس الشعب اللي فات محدش كان فيهم بيوصل صوت من المسؤولين، ومحدش كان بهمزة وصل بيننا وبين الحكومة عموما، تمام. فلذلك المشاكل تزايدت وتفاقمت زياده عن اللازم. فاحنا ان شاء الله متعشمين خير في ربنا ومتعشمين في الاستاذ وليد خير، إن انه شاء الله ياخد فرصته إن شاء ويقدر الله. يوصل صوتنا ويكون همزه الوصل بيننا وبين الحكومه، وربنا يا رب يوفقه واحنا معاه وفي ظهره باذن الله. ربنا ان يكرمك شاء الله أستاذ. استاذ وائل، واحنا سعداء باتصال حضرتك وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لفضلك استاذ وائل. نكمل في مجال الصحه استاذ تمام. وليد، و شايف اقبال اهل بورسعيد عليك يعني؟ بسم الله ما شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. والله اهل بورسعيد دول كلهم اهل طبعا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. احاول ان انا احسن من المستوى، من مستوى كل حاجه في بورسعيد، لان في بورسعيد مشاكل كتير جدا من سيء الى اسوء بصراحه. نكمل في الصحه، ايه يعني ايه الحلول اللي عند حضرتك بالنسبه للمستشفيات، بالنسبه للاطباء؟ يعني انت شايف، انا شايف ان الاطباء ما بتتقاضاش الاجور المناسبه اللي هي تلائم ان هو يعني يدي للمستشفى اكتر ما بيدي للعياده الخاصه. ده يعني ده من وجهه نظري. ممكن يكون في محافظات تانية، لكن بورسعيد، بورسعيد التامين الصحي الشامل رفع اجور بس برضه مش للدرجه اللي هي ما يفتحش عيادته. لا طبعا رفع الأجور حاجة تعيشه برضه، لكن التواجد في المستشفى مش موجود، أو أغلبية أو على استحياء. على استحياء أغلبية الأطباء مش موجودين. ممكن تروح مستشفى عندنا في بور فؤاد، مستشفى اسمها مستشفى السلام، هي كان اسمها مستشفى بور فؤاد العام ودلوقتي اسمها مستشفى السلام. ممكن تروح مثلا ولادة يقول لك ما عنديش التخصص، دي مستشفى. لا، روح الأول للوحدة الصحية عشان تحولك. تروح للوحدة الصحية، أنت المفروض في التأمين الصحي الشامل تروح للوحدة الصحية الأول حتى لو بتولد. تروح للوحدة الصحية الأول يحولك المستشفى، المستشفى تقول لك ما عندكش التخصص. ده الكلام ده في بورسعيد بس. منظومة أنا التأمين شايف الصحي إن الشامل. يعني حقيقي ده الموضوع اللي أنت حضرتك بتعرضه دلوقتي ده بورسعيد موجود في بس، بورسعيد بس. بورسعيد بس. لكن الأول في جميع أنحاء الجمهورية لا مفيش لا الكلام ده. مفيش، الأول قبل منظومة التأمين الصحي كانت الناس بتروح بجنيه تاخد تذكرة أي كشف. تدخل تولد بجنيه. تدخل تعمل عملية بجنيه. دلوقتي مفيش الكلام ده، دلوقتي واحد عنده نزيف يتحول ويتبهدل ويتمرمط و300 جنيه قدام. انا بقى 300 جنيه يعني لو كان طلع لدكتور خاص بره كان اوفر له. حلول من وجهة نظر حضرتك؟ بس ان المسؤولين عن منظومة التأمين الصحي الشامل يرعوا ربنا بس في الناس وفي الغلابة. بالنسبة للتمريض في بورسعيد وضعه ايه؟ والله التمريض في بورسعيد عندنا كوادر جامدة جدا في التمريض. التواجد في المستشفيات موجود؟ موجود، التمريض موجود. كل الناس بتعاني من التمريض يعني؟ عندنا التمريض موجود بصراحه. التمريض موجود، وعندنا مدارس تمريض، عندنا تقريبا مدرستين ثلاثه، وعندنا معهد فن صحي في بورسعيد مع ان المدينه صغيره، بس ما شاء الله التمريض بصراحه كويس. استاذ وحيد على التليفون، اتفضل استاذ وحيد.
عليكم. وعليكم السلام. سلامة الله. يعني اسعد الله مساءكم، وانا بحييك طبعا وبحيي فريق الاداب المحترم. مساء السعادة عليك. اما اجي اتكلم عن استاذ وليد، واجهة مشرفة جدا لاي نادي محترم. هو مدرك تماما حجم المعاناة اللي بيعانيها الشعب البورسعيدي، وعنده حلول وقائية للفترة الزمنية اللي احنا فيها. هو مفرق كويس جدا بين نائب مجلس نواب ومجلس خدمي. هو حضرتك انا شايفه بيتكلم، حضرتك انا شايفه بيتكلم خدمي، خدمي اكتر من انه مجلس نواب. يعني انا شايف الاستاذ وليد داخل كل همه الشارع البورسعيدي واهل بورسعيد. ما هو ده الاساس يا فندم. تمام. ده الاساس. هو ما بيتكلمش في مشكله خاصه، دي مشكله عامه لمحافظه عامه. محافظه بورسعيد بتعاني من المشاكل اللي هو بيطرحها قدام حضرتك. تمام. ومحدش يقدر يقول ان المشاكل دي مش موجوده. تمام. هو اكتر واحد عنده حلول وقائيه لده. تمام. هو محترم ومتربي بينا، حلول وقائيه لازم نقف ونديله فرصته تماما. يعني والله انا يعني بقول ده مجهودكم معاه بقى، انتوا شايفين فيه ان هو النائب اللي يقدر يمثلكم، ده مجهودكم معاه. والله احنا لا نكسل لان هو يستحق ذلك. تمام. حبيبي والله انا متشكر جدا وربنا يوفقك. انا اللي سعيد باتصالك وشاكرين افضالك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. انا الاستاذ وائل لما اتكلم شفته على غرار الكلام اتكلم عن النادي المصري. تمام. ايه مشكلة النادي المصري؟ مشكلة النادي المصري بقى، لا لا النادي المصري ده يعني النادي المصري ده من اعرق اندية مصر. النادي المصري ده انشأ سنة 1920، 100 سنة. المفروض كنا نعمل المقاوية السنة دي بس اللي منعنا الكورونا. المفروض كنا نعمل مئوية وهتتعمل ان شاء الله. ان شاء الله هتتعمل. انت تعرف ان الكابتن احمد جمعة بلديتي؟ ما شاء الله. يعني احمد جمعة ده حبيب، حبيب البورسعيدي. ده لاعب لا يعني لاعب بورسعيد ومنتخب مصر، ده بلدياتي يعني. طبعا. تمام. ده احمد فريدي. تمام. ايه مشكلة النادي المصري؟ مشكلة النادي المصري الظلم اللي وقع عليه. النادي المصري كان عليه عقوبة 5 سنوات عدم اللعب في بورسعيد. العقوبة دي من سنة 2013. تمام. خلصت 2018. 2018. تمام. سنتين بنلعب بره بورسعيد برضو. ما اعرفش ليه. انا مش فاهم ليه. لو من ناحية الامن بورسعيد لعبنا افريقيا على استاد المصري. اولا هو اسمه استاد المصري مش استاد بورسعيد. تمام. اسمه استاد النادي المصري. تمام. لعبنا افريقيا على استاد المصري ب 40,000 مشاهد. الجمهور دخل جمهور 40,000، ما حصلتش مشكلة. ما فيش طوبة اترمت في الملعب. لما اجي العب دوري العب بره بلدي ليه ومن غير جمهور؟ طب انت خايف من ايه؟ انا مش فاهم. يعني 40,000 دخلوا. المشكله اللي حصلت قبل كده بس يا استاذ وليد، احنا عارفين المشكله ده كان من السبب فيها، وهم 70 شهيد برضو يعني كانت مشكله صعبه على مصر كامله. يعني احنا عارفين المشكله دي من اللي كان السبب فيها، وكل مصر عارفه المشكله دي من اللي كان السبب فيها. احنا تجاوزنا المرحله وخلصنا العقوبه اللي علينا. ليه ما لعبش في بورسعيد؟ ده التدريب نفسه ما بتدربش في بورسعيد. يعني انا المفروض، انا السنه دي كنت بعاني لغايه من اسبوعين، كنت مهدد بالهبوط. الوقت الحمد لله انا في مركز 9. محدش مصدقها، محدش مصدقها. من اسبوعين كنت بنافس على الهبوط. معاكم مدرب محترم طبعا. طبعا كابتن علي ماهر ده بصراحه ما كانش حد متوقع منه ان هو يعمل كده. كله كان قلقان من الكابتن علي ماهر. مدرب محترم. كان في تصريحات قبل كده نسبت ليه ان هو مش عايز يدرب المصري، بس بصراحه لما جه المصري اثبت كفاءه ما يختلفش على 2 في بورسعيد. انا معايا مجموعه صور ليك عاوز اشوفها على المونيتور وعلى الشاشه، وحضرتك يعني تقول لي مثلا يعني دي صورتك اللي عليها البانر. تمام. تمام. ايه علاقه الكاميرا معايا؟ يعني الحلقه اللي فاتت كان معايا مرشح كان رمز التلفزيون، النهارده رمز الكاميرا. ايه علاقتكم معايا بالظبط؟ ايه علاقتكم بالتلفزيون؟ هو تقريبا هي جت صدفه وهنيجي للقناه كل اللي هيبقى له علاقه بالكاميرا. طيب. والتلفزيون هيجي معايا. انت بس علق لي على الصور كده، صوره. الصور دي كنت بعمل جوله كده في بور فؤاد عندنا، وبرضو بناقش مع الناس الحلول لمشاكلهم والكلام ده. تمام. الصوره اللي بعد كده. تمام. ديت برضه ده محل ملابس وكده، وكلام كله. بص كل اغلبيه الكلام عن الحصص الاستراتيجيه. يعني ده تواجد مع الناس، مع فوسط عشان تعرف مشاكلهم. تمام. الصوره اللي انا عارف كده. مشاكلهم احنا كنا بنتكلم في حلول. الصوره دي. تمام. علق لنا عليها حضرتك. والله الصوره دي برضه من نفس الجوله، كله في نفس الجوله وانت في وسط الناس. تمام. تمام. تمام.
برضه دي جولة برضه. اه والحمد تمام لله يعني تمام الحمد لله بتواصل مع الناس على طول يعني تمام الحمد لله. تمام اهلك وحبايبك طبعا. طبعا طبعا. تمام. وعايش عايش مش انا بره وباجي للانتخابات بس، لا انا عايش وشغلي في بورسعيد وكل حاجه في تمام بورسعيد. تمام مجموعة صور جميلة طبعا. بعد ما نخلص استعراض الصور هنكمل مع حضرتك. مين يا فندم معانا؟ مين على التليفون؟ ام احمد اتفضلي يا ام احمد. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك؟ ربنا يسعدك. الله يصلح حالك يا رب. انا عايزه اتكلم عن الاستاذ وليد كارم. اتفضلي يا استاذ وليد. واشكره وهو انسان محترم جدا ربنا وخدوم يخليك يا رب. ربنا وانسان يخليك يا يعتمد رب. عليه وواجهه مشرفه بجد لان احنا بنثق فيه جدا. تسلمي لي. وربنا يكرمه يا رب ويوفقه. واحنا طبعا مشاكل بورسعيد كتيره وعايزين يتكلم عنها والاسكان والبطاله. ولو سمحت يتكل شويه على حته الاسكان دي. حاضر. من لان عينينا انا من عينينا. وكبار السن وكبار السن اللي تعدوا ال50 وما خدوش لحد دلوقتي اي اه سكن. تمام. وعنده مشكله كمان في الاسكان برضه. بص للناس ديت اللي كبرت ومش لاقيه مكان تقعد فيه. تمام. ربنا يكرمك يا رب يا يوفقك رب ان شاء الله. يا رب ابقى عند حسن ظنك يا رب ان شاء ويعينك الله. ويقدرك وتوصل صوتنا ده للمجلس النواب لان عايزين صوتنا ده يوصل بجد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وشعب بورسعيد كله بيثق في الناس الكويسين اللي يعتمد عليهم يعني بجد. ربنا يكرمك يا ام احمد يا رب. متشكرين يا ام احمد وسعداء باتصالك. شكرا جزيلا يا ام احمد. معلش معلش هتكلم كمان في الاسكان نقطه صغيره. اتفضل بره. عندي لما جت الناس تقدم للاسكان استبعد المحافظه استبعدت الناس اللي سنها كبير. طيب الراجل اللي سنه كبير ده انت ما نزلتش كان في مشاريع نزلت وهو ما اتقبلش فيها. يعني ايه واحد وصل 50 سنة وتقول لا مش هيستلم اسكان عشان عنده 50 سنة ودي للشاب اللي عنده 25. طب الراجل ابو 50 سنة اللي عنده شباب الوقت مش اطفال صغيره يروح في بيهم فين؟ يقعد مفروش. بص يا استاذ حماده اتفضل. عندنا في بورسعيد او في بور فؤاد اقل ايجار 2500 3000 كتير قوي. كتير طبعا. مين هو معلش هو الراجل بيشتغل بكام عشان يدفع منهم 2500 ولا 3000 لا طبعا يعني ده ايجار غير الاكل والشرب خلى اولويتي في الاسكان للناس الكبيره. انا بستبعد الراجل يعني ايه اصل هو وصل 50 سنه ما ياخدش شقه. طب مين اللي استبعد الناس الكبار؟ المحافظه لجنه الاسكان في المحافظه استبعدت اللي سنهم كبير. طب يعني هو سنه كبير يعمل ايه؟ مش فاهم. هيجيب منين 3000 جنيه عشان يقعد بهم فروش؟ ده هو كده عدى السن يعني ما عادش فيه حتى باور ان هو يشتغل ولا يدخل عليه. فلوس يعني ليه ده اولويه؟ المفروض له اولويه عن الشباب الشاب اكتر يعني. بقى الشاب اللي يقدر يشتغل ويقدر يجيب ال 3000 جنيه يدفعهم مفروش. انما الراجل الكبير ده هيجيبهم ازاي؟ يشتغل ازاي؟ الشاب ممكن يشتغل شغله او اتنين ويجيبهم. كل الاتصالات اللي جاتني اتكلمت كلها عن الاسكان في بورسعيد. يبدو ان الاسكان ده مشكله جامده قوي. مشكله جامده جدا. فبقول لحضرتك ان كل المحافظات استلمت المشروع من سنه 2013 و2014 بورسعيد لسه ما استلمتش. استاذ وليد انا عاوز اتكلم عن التلوث والبيئه عندك في بورسعيد. اتكلمني ايه مشاكلك في البيئه والتلوث عندك؟ ايه نسبه التلوث وايه البيئه وايه مشكلتك وايه الحلول اللي موجوده عندك بالنسبه للموضوع ده؟ اهم حاجه عندي الاهتمام بالعشوائيات. عندي مناطق ما تعرفش تمشي فيها من المجاري. مناطق كتير. فاطمه الزهراء عند يعني الصرف الصحي فيه مشاكل جامده طبعا. عند فاطمه الزهراء دي غرقانه صرف صحي. سيدة نفيسة غرقانة صرف صحي. الأبوطي غرقانة في مناطق مهملة. ما أعرفش تعمد ولا مش تعمد ما أقدرش أقول الكلمات بس مهملة. يا ريت المسؤولين يبصوا للمناطق دي. سلام النصر سيد متولي فاطمة الزهراء الأبوطي عندي كذا منطقة مهملين بصراحة. شوارع بايظة. صرف صحي قمامة في كل مكان. لا لا المفروض المسؤولين يهتموا بالمناطق دي شوية. تمام. هو انا بس يعني عاوز بالنسبه للقمامه عندك في اهتمام بيها ولا في تراكم برضه؟ مناطق مناطق برضه مناطق مناطق. هي المشكله الحل الوحيد تدخل شركه نظافه من خارج الحي. ما يبقاش اللي شغالين موظفين في الحي. شركه اتعاقد معاها. اتعاقد مع شركه نظافه احاسبه. والله لو حققت لي التارجت اللي انا عايزه اهلا وسهلا هتاخد فلوسك. غير كده هتبقى خصم. انت هتعاقد معاك وليكن بمليون جنيه لو ما حققتليش لو ما فيش نظافه كله بالخصم. هو الحل الوحيد بصراحه شركه خاصه للنظافه. تمام. هناخد مستوى نظيف.
انا استاذ مين؟ استاذ ابراهيم اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ ابراهيم، كلمني من التليفون، بلاش التلفزيون، وطي التلفزيون بعد اذنك. حاضر. ايوه يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ بحيي البرنامج وبحيي الاستاذ وليد. الله يكرمك يا استاذ ابراهيم. انا عايز اقول والله ان الاستاذ وليد عيله محترمه وعيله كويسه، وهو راجل محترم ووجهه مشرفه، والمشاكل اللي ربنا بيتكلم يكرمك. فيها وسمعناها منه قبل ما يجي البرنامج، والمشاكل اللي بيتكلم فيها برضه في البرنامج، المشاكل دي فعلا محتاجه حل، ومحتاجه ان واحد زي الاستاذ وليد فعلا يتكلم فيها. حاجة كمان، أستاذ وليد من القاعدة العريضة من الشعب، يعني الراجل ده من الطبقة اللي تحت، اللي يقدر هو يحس بيهم، يتكلم باسمهم، ويقدر ان هو يحل مشاكلهم ان شاء الله. ان شاء الله. وبتمنى له التوفيق، وبتمنى له النجاح، وربنا يوفقه ان شاء الله. أستاذ إبراهيم، على سبيل المداعبة كده بعد إذنك، يعني حضرتك من بورسعيد؟ أيوة يا فندم. أبو العربي من عندكم؟ أبو العربي؟ أيوة. على فكرة أبو العربي دي كانت بتتقال عشان كان في أجانب، فأبو العربي يبقى عربي يعني، وكمان كمان يقولوا عليه السيد العربي، يعني عربي وسيد. طب ومهجة؟ كان في مواجهة الأجانب. حبيبي ربنا يسعدك، شكرا لاتصالك فندم. نرجع تاني لحوارنا، خد بال حضرتك، نتكلم مع بعض. خلصنا البيئة وخلصنا التلوث بالنسبة لبورسعيد، انا بس عندي ملف تاني، التأمينات والمعاشات. هستأذن حضرتك في التأمينات والمعاشات ده، عندي شكوى مقدمة من بعض الشباب العاملين بالقطاع الخاص بشرم الشيخ، بيقولوا ان احنا كانوا متعينين على قانون 79 القديم، ولما نزل القانون اللي هو 148 لسنة 2020 الجديد، تم تحويلهم على نفس القانون، وبيقولوا ان القانون ده بيحرمهم من المعاش المبكر. تمام. بيقول يعني الشاب بيقول لك انا ما اطلعش معاش الا 65 سنه، بيقول لك يعني لما اكون انا شغال في فندق، تمام، صاحب الفندق هياخدني فين 65 سنه؟ هعمل ايه؟ خلاص بقى هكون كاهل، ما يعني هو هيقول لي مع شاب يشتغل، هو هيسرحني، هيقول لي مع السلامه اطلع بره، تمام؟ تمام، مش هيشغلني. تمام. طب بيقول انا حتى يعني 50 سنه ما اقدرش اطلع معاش مبكر. تمام. فهم بيشتكوا من القانون ده، فانا يعني انا بضم يعني صوتي لصوتهم وبحطه في اجنده اولوياتك. تمام. ان قدر لك وكنت واصبحت نائب للبرلمان، إن شاء الله. إن شاء انك الله. تناقش القانون ده، الناس الشباب اللي بتضيع شبابها ويجي يتحرم من معاشه. تمام. بالنسبه للتامينات والمعاشات، انت عندك في مشاكل بالنسبه لبورسعيد بالنسبه للتامينات والمعاشات؟ والله يا بورسعيد اتكلمنا كتير قوي في التامينات والمعاشات والصناديق اللي ما دخلناش منها حاجه، الصناديق فيها مليارات ما دخلناش منها حاجه، والنائب البدر فرغالي اتكلم كتير كتير جدا عليه وما خدش حلول. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لما ربنا يكرمنا هيبقى لنا فيها كلام في مجلس النواب، هيسعد الناس ان شاء الله باذن الله. حابب تتكلم ايه في ايه تاني بالنسبه لمشاكل بورسعيد والله بصفه خاصه؟ يعني والله بورسعيد بصفه خاصه احنا اتكلمنا عن الاسكان، واتكلمنا عن الحصص الاستيراديه والبطاله والصحه والنادي المصري. انا بتمنى بس ان شاء الله، انا بوعد الناس ان شاء الله لو انا نجحت كل الحاجات دي ان شاء الله يكون لها حلول. لو حد غيري نجح انا في ظهره ان شاء الله. اي حاجه محتاجها مني، اي اسئله عايز اسالها لي، اي حاجه مش عارف اقولها لك ازاي، اي حاجه محتاجها مني انا تحت امره، في ظهره النائب اللي هينجح انا في ظهره. والله كريم ان شاء الله. يعني دي من وجهة نظرك بالنسبة لبورسعيد. أنا عايز أتكلم بالنسبة لمصر بصفة عامة. أنت لو أصبحت نائب في البرلمان إن شاء الله هيكون يعني هتكون مسؤول مسؤولية كاملة، أو عليك جزء من المسؤولية في أمن الوطن وسلامة أراضيه. تمام. النهاردة إحنا يعني عندنا بعض الـ يعني الحدود الشائكة، لو قلنا السودان، ويعني تقريبا كلها عندنا حدودنا كلها شائكة، هو تقريبا السودان عملوا تصالح، عندنا ليبيا غرب تمام، والسودان جنوب، وعندنا طبعا الشرق قطاع غزه وي وي وي، وطبعا عندنا موال في سد النهضه. سد النهضه بس طيب بس برضه احنا مطمنين على بلدنا طول ما احنا عايشين في ظل القياده الحاكمه للبلد، وطول ما جيشنا قوي احنا مش قلقانين على البلد بصراحه.
تمام. لكن انت في ملفاتك كدعم بالنسبه للقياده في الفتره القادمه، يعني بالنسبه لتامين الحدود والحاجات دي، اكيد اكيد عندك اقتراحات واكيد عندك حلول. في ملف الامن كله في وقته، ما ينفعش كلام في الامن. افتحوا لنا التليفونات يا جماعه، اللي عاوز يخش علينا تليفونات افتحوا لنا التليفونات. طيب ماشي، اي حد عاوز يدخل تليفونات افتحوا لنا التليفونات. طيب اتفضلي يا استاذه اماني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بخصوص المعهد، احنا كنا بنناقش بوزاره الصحه ان هي تنزل في الامر، لان المبنى متهالك جدا وما يليقش بطلبه ولا بموظفين. ده بالنسبه للمعهد الفني الصحي بطنطا صح؟ أنا ايوه، لان المبنى متهالك جدا، واحنا عرضنا الموضوع في اكثر من مره، والمعهد قدم مذكره لوزاره الصحه، بس للاسف مفيش اهتمام بالامر، ونفسنا ان محافظه الغربيه وزاره الصحه تستجيب يعني. تمام. هو احنا عرضنا مشكلتك يا استاذه اماني، لو حضرتك متابعه الحلقه احنا عرضنا مشكلتك، وبنضم صوتنا لصوتك، وبنناشد السيد المحافظ الغربيه، وبنناشد وزيره الصحه، وبنناشد كل المسؤولين للعمل لحل مشكله المعهد الفني الصحي بطنطا. شكرا لك يا استاذه اماني. سياده النائب القادم ان شاء الله، عاوز بس اعرف من حضرتك بالنسبه لتامين الحدود، انت اكيد عندك ملفات اقتراحات جديده ناوي تدخل بيها ان شاء الله. والله ان شاء الله في حلول، بس تامين الحدود اي ملف امني ما ينفعش نتكلم فيه، بس برضه في ملفات، في حلول في كل حاجه لتامين الحدود ان شاء الله. تمام. بالنسبه لملف التعليم، عندك مشاكل في بورسعيد في ملف التعليم؟ والله المشاكل في مصر كلها. ملف التعليم السنه دي او السنه اللي فاتت في مصر كلها بسبب التعليم عن بعد. هو كويس، بس المفروض ان انا اعمله من بدري. التعليم الالكتروني اعمله من بدري. ما ينفعش يبقى طالب من اولى ابتدائي او من الروضه شغال بكتب واجي اقول له خد تابلت. لا، التابلت يبقى من بدري، ادهوله من اولى ابتدائي، ادهوله من الروضه. يطلع عندك جيل متكامل في التكنولوجيا. وبرضه لازم نهتم بالمعلم. المعلم طبعا، المعلم انا شايف ان حقه مهضوم. طبعا حقه مهضوم. انا نفسي المعلم ياخد مرتب ما يخلوش يطلع لدروس بره. برايك في حاجه بسيطه كده، يعني من الاهالي بيقولوا لي انه كانوا مثلا بيدوا الدرس ب 20 جنيه بالنسبه للطلبه الصغيرين. تمام؟ تمام. لما انضمت الدروس النهارده للمدرسه بيقولوا احنا قعدنا بندفع 40 جنيه. يعني الولد اللي كانوا بيدوا له ب 20 اللي كانوا بيدوا له ب 20 في الشهر. تمام. لما بقت الدروس داخل المدرسه النهارده ب 40 بقت ب 40. يعني وزاره التربيه والتعليم بتقسم عدد، بتقسم مع المدرس. تمام. وده كله على مين؟ على حساب مين؟ على ولي الامر. ولي الامر. طب ازاي؟ يعني انا بدل ما كان الولي الامر بيدفع 20، طب وانت ضمته للمدرسه دفعه 10. المفروض ما تزودش مضاعف. ايه ده؟ يعني على فكره احنا الوقت شغالين بالحصه. الوقت شغالين بالحصه. والمدرسين بيدوا دروس بس اونلاين. عن بعد. انت بتقول لي ما تديش دروس عشان الكورونا وعشان الاجراءات الاحترازيه، الوقت شغالين اونلاين وشغالين بالحصه. لا يا فندم، في ناس في طلبه بتروح المدرسه. احنا الوقت عندنا بتاخد دروس. لا، الوقت لغايه دلوقتي في بورسعيد عندي انا عندي انا في انا بورسعيد، انا بتكلم على بورسعيد، ما فيهاش الوقت لغايه الوقت دروس، بس بيقولوا من اول الدراسه هتبدا مجموعات التقويم يا فندم بالحصه برضه. يا فندم المجموعات شغاله من شهرين فاتوا في المدارس. في المدارس. وانا بكلمك المدارس. انا كمواطن من كفر الشيخ شغاله، بقول لحضرتك اللي كان بيدفع 20 قاعد بيدفع 40. تمام. ده يعني انا بصراحه في شارع مين يعني. يعني الوقت عندك شغاله 40 جنيه في شغاله في الشهر 40 في ده بالنسبه للاطفال. تمام. انا ما بتكلمش على الكبار. كبار في الثانويه عامه دول بيدفعوا ارقام ثانيه. لا بيدفعوا ارقام ثانيه ومبالغوا بالحصه زي ما حضرتك بتقول. انا عندي الابتدائي مش اقل من 100 جنيه درس. وفي المدرسة هيبقى بكده برضه. تمام. انا عاوزك شوف انت عاوز تقول ايه لاهلي بورسعيد قبل ما نختم، لان وقت الحلقة قرب ينتهي، فقول اللي انت عاوزه تقوله لبورسعيد قبل ما نقفل. والله انا ان شاء الله ان شاء الله انا بحيي اهل بورسعيد طبعا، اهلي وناسي، وبتمنى ان هم لما يجوا يختاروا الناس الصح، يختاروا الراجل اللي يتكلم باسم الشارع، ما تختارش الراجل اللي هيديك فلوس.
وفي ناس المال السياسي بصراحه شغال ما شاء الله جبار، منتشر في بورسعيد طبعا كتير كتير جدا. لما تيجي انصحهم نصيحه، والله لو واحد انا عندي الصوت وصل 500 جنيه خد ال 500 جنيه وادخل جوه عمل ربنا في اللجنه، خد الفلوس وادخل جوه عمل ربنا. ياخد ليه من اصلا؟ لا يا باشا اخد الفلوس، الفلوس دي حلال في الراجل اللي دفعهم، الراجل اللي دفعهم ده دافعهم عشان مصالحه. عندي 5 6 شركات، لما ادفع 10 مليون جنيه هيتردوا له 100 مليون. ليه؟ لان انا مش داخل عشان اخدم الناس، انا داخل عشان مصلحتي، انا داخل عشان شركاتي، عشان اخلص شركاتي، عشان الحصان. في ناس داخل عشان الحصان بفضل الله، ما حلتناش حاجه اساسا عشان نبكي عليها. حب الناس، خدمه يعني الناس. انت بس مش هتدفع؟ انا ادفع ايه؟ انا هروح اخد والله. انا يعني مشكله المال السياسي دي يعني بتؤرق الشعب المصري كله، وضعاف النفوس بامانه شديده بيأثر معاهم المال السياسي. يقول لك انا اما اخد كذا من ده واروح اديله صوتي، انا يعني خدت ايه من التاني؟ لا معلش، ما هو انا لما اخد منه النهارده وافضل الخمس سنين مانيش مستفيد حاجه. مين يا فندم على التليفون؟ استاذ اسامه اتفضل. استاذ اسامه، الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ اسامه. الو اتفضل يا فندم، سامعك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معالي الباشا، مع حضرتك اسامه يحيى من بورسعيد. احسن ناس. اهلا وسهلا. اتفضل. وينج لايف النادي المصري. اتفضل يا فندم. الو وينج لايف. وينج لايف اسامه ايه؟ وينج رايت. طيب خلاص ماشي يا استاذ اسامه، ما يرجع لنا تاني في التليفون. حابب تقول ايه تاني بالنسبه لاهلي بورسعيد؟ وانا انا انا بامانه لسه يعني هتكلم عن المال السياسي، في ضعف النفوس بامانه يعني بيأثر معاهم المال السياسي. لكن النهارده احنا محتاجين نائب يشرع قوانين طبعاً تنفع طبعاً تنفع اجيال واجيال، تنفع اولادنا واولاد اولادنا. لان النهارده لما تيجي النهارده نتكلم على البرلمان السابق، وهم اللي شرع ان تنزل القايمه ب 5%. في شرع مين ان تنزل القايمه ب 5%؟ يبقى واحد على المقعد الفردي مطحون تمام وشايف يعني هلكان عشان يقدر يوصل، والتاني ب 5% قاعد ومستريح وناجح. تمام. يعني ده ليه هم شرعوا القوانين دي؟ القانون الغلط يا فندم، احنا يعني اجيال واجيال بتدفع ثمنه. ان شاء الله لما ندخل مجلس الشعب ان شاء الله كل القوانين دي لازم يتعمل لها تشريع جديد، كل القوانين دي لازم تتظبط، كل قانون يتحط لازم يبقى في صالح الشعب. استاذ وليد انت كنت ضيف خفيف على قلبي. ربنا يكرمك، ربنا يخليك، نورتني وشرفتني، واتمنى اشوفك ان شاء الله في البرلمان القادم. تحب تقول حاجه قبل ما نقفل؟ انا بشكر حضرتك جدا على الاستضافه اللي حضرتك عملتها معايا دي، واحب اطمن شعب بورسعيد ان شاء الله النائب اللي جاي انتوا اللي هتحددوه، وهيبقى لصالحكم ان شاء الله، وهيتكلم باسمكم ان شاء الله في البرلمان. انا بشكرك، بشكر ضيفي الاستاذ وليد كارم محمود، المرشح عن الدائره الاولى بورسعيد اللي بتضم بور فؤاد وحي شرق وعرب وضواحي بورسعيد رقم 14 رمز الكاميرا. كان ضيف خفيف على قلبي النهارده. مشاهدينا لا يسعني في نهايه هذا اللقاء اللي انا اشكر فريق الاعداد ومخرجنا الجميل، اشكركم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي الإعلامي حمادة بلتاجي، وإلى اللقاء.